ها هو الميلاد يعود بأجواءه وأضواءه وحضوره الخاص يلي عم يتميز من عام لعام. وفي دمشق اليوم رح يزداد تألق بأضواءه، أضواء الحب والفرح والضحكات يلي غلبت على التعب. فاليوم ومن مدينة المعارض بدمشق تضاء شجرة الميلاد لتبث النور ضمن سوق الميلاد المقام بمدينة المعارض بدمشق. دائماً منحب نعمل فعاليات يعني نعرض فيها أصحاب المشاريع الصغيرة وبالذات اللي بيشتغلوا بالحرف اليدوية. فكان عملنا الكريسمس ماركت بهذا الشكل اللي هو اعتمدناه على أكواخ خشبية وشكل شارع، يعني بحيث أن العالم تعمل أنشطة مختلفة كرمال نعرضهم. فكان في عنا قسم خاص بالمنتجات، وفي عنا مطاعم، في عنا قسم خاص بألعاب الأولاد، في عنا قسم خاص بسانتا والمسرح. هدفنا الأساس إن إحنا نعرض الحرف هاي. فكان في عنا نول مناشف مع حرفي عم يشتغل خلال المعرض وعم يورجي هذا الشيء للزوار. نحن اختصاصي شوكولا عم نشتغل اليوم، شاركنا بأول سوق بيصير على مستوى دمشق أو سوريا، فينا نحكي إنه هو سوق خاص بالكريسماس والأعياد. فهو فكرته كتير حلوة وهي فكرة كتير عالمية، إن شاء الله يلاقي هذا الرواج اللي نحن كلنا متوقعينه. الحمد لله إنه في كتير فعاليات اقتصادية مشاركة، وهي الفعاليات يعني مهم، هي اللي بعدها عم تشتغل بالبلد واللي بعدها لساتها يعني مجتهدة. فكتير مناسب إنه ينعمل سوق بهذا الوقت اللي هو المفروض يكون وقت مثلا تحرك العجلة الاقتصادية فيه. أول شيء كتير سعيدة مشاركتنا بالكريسماس ماركت لأنه الحدث الأول من نوعه بسوريا، فكتير حبينا نكون متواجدين. هو نشاط كتير مهم بالنسبة للطفل، بحس وجود الأطفال بهيك مكان هو الأساس. العيد هو الطفل، ونحن موجودين لنساعد الأهل لنوجههم قد ايه مهم ينموا مهارات طفلهم من العمر المبكر، كونه نحن حضانة للأطفال بعمر مبكر، وقد ايش بيساعد بتطور الطفل بمستقبله إذا هن ساعدوا إنه يتعلم بشكل صحيح وينمي مهاراته بشكل صحيح بالتدخل المبكر قبل السبع سنوات. مشاركتنا بكريسماس ماركت بهذا الإيفنت الكتير ضخم والكتير مهم، واللي بصراحة يعني أنا تفاجأت إنه قدرنا بهي الظروف الصعبة كتير على البلد نعمل هيك شيء، عن جد كتير كتير مهم. يعني أنا هلا كنت عم بقول للصبية إنه عن جد حاسس حالي قبل الحرب رجعنا. سوريا حلوة هي وهي هيك المنظر لحاله، هو يعني الواحد بيشعر بالفخر إنه هو موجود بهذا المكان. أول شيء هي أول فعالية تصير من نوعها ببلدنا بسوريا وخاصة هون بالشام. أول ما فتت في انطباع كتير حلو بحسسك إنه في أمل ترجع الحياة الحلوة للشام، وشي راقي جدا بشجع كل الزوار يجوا يشوفوا. كتير حلو الفعالية، يعني أول مرة نازم تعيد البسمة والضحكة بسوريا، وإن شاء الله دائما هيك على طول الفعاليات مستمرة بمدينة دمشق، يعني هيك كل ما أحلى وأحلى. سوق جمع الفرح بمكان واحد، سوق الميلاد المقام لأول مرة في دمشق فتح أبوابه وأشعل أنواره، أنوار الاحتفال بالميلاد المجيد ورأس السنة، واللي رح يكون مستمر من 15 وحتى 31 من الشهر الجاري. نتمنى لكم سنة خير وفرح وأمل ببكرة أحلى.